السلام عليكم، أهلا بيكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر. النهاردة معنا خبر عن أخبار الكرة المحلية، خبر عن النادي الأهلي، اجتماع بالأهلي لمناقشة قائمة مونديال الأندية. يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة أزمة قائمة الفريق الأحمر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في ظل تعارض موعدها مع بطولة كأس الأمم الإفريقية. ويحاول أيضا مسؤول الأهلي إيجاد مخرج للأزمة لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في الفريق، أيضا في قائمة الفريق الأحمر وخاصة اللاعبين الدوليين في ظل تواجد 19 لاعبين مع منتخباتهم خلال البطولة الإفريقية. ويترقب أيضا مسؤول النادي الأهلي رد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على الخطابات التي تم إرسالها خلال الساعات الماضية احتجاجا على تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي بصفته بطل إفريقيا مع بطولة كأس أمم، والتي يشارك فيها منتخب مصر مع منتخب مصر في شهر فبراير المقبل، وتقام بطولة إفريقيا تقام بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات. وانتظر مسؤول الأهلي الحلول المقترحة من جانب الاتحادين الدولي والإفريقي بشأن تضارب مواعيد البطولتين قبل تحديد موقفهم للنهائي، لا سيما وأنه يضغط للاحتفاظ بكل لاعبيه أو الدوليين خلال مشاركته في مونديال الأندية للحفاظ على خطوطه بين الفريقين. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، بشكركم على متابعتكم لينا، وإن شاء الله يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكورة العالمية والمحلية، وشكرا لكم.